رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء اليوم صباح 15 أكتوبر في بنزرت كما كل عام. تونس تحيي اليوم الذكرى 61 لعيد الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في 15 أكتوبر من سنة 1963. معركة الجلاء انطلقت فعليا في فيفري 58 بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكيف على الحدود التونسية الجزائرية، واللي استهدفت عدد من المؤسسات المحلية وانتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين. في 17 جويلية 58 قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء ما تبقى من الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، لأن الأوضاع عادت للتأزم في جويلية عام 61. في 23 جويلية تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات اللي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها. في 15 أكتوبر 1963 غادر الأميرال الفرنسي فيفيان ميناد المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعى إلى قصر قرطاج رئيس الحكومة كمال المدوري، وشدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية وتأمين الخدمات للمواطنين والمواطنات في أحسن الظروف وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته يخل بالواجبات المحمولة عليه. وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس اليوم تسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى كل مسؤول أنه يكون في موعد مع التاريخ. شدد على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية، بل أكثر من ذلك صارت تمثل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الوزر ثقيل والإرث بدوره ثقيل نتيجة للسياسات اللي تم اتباعها وآلت بتونس لهذه الأوضاع، ولكن العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات يجب أن يكون شعار كل مسؤول. واستعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية اللي تم توجيهه يوم أمس إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالأجل اللي حددها الدستور. تعرفوا أنه يلزم قبل 15 أكتوبر يتسلمها البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم. شدد على أنه المالية العمومية يجب أن تقوم في المقام الأول على قدراتنا الذاتية وعلى خياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج اللي هو الهدف الأساسي اللي تسعى ليه كل دولة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا استقبل في قصر قرطاج محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. أكد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وفي مقدمتها الرفض القاطع للتدخل في شؤون بلادنا الداخلية، فكما ترفض تونس التدخل في شؤون أي دولة أخرى لا تقبل بأن يتدخل أيا كان في شأنها
الداخلي، فتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب التونسي وحده، كما أنه من ثوابت الدبلوماسية التونسية التعامل بندية مع الجميع، وسيادة الدول مبدأ ثابت، فضلا على أنها لا تقاس لا بمساحتها ولا بعدد سكانها. في اللقاء هذا رئيس الجمهورية جدد الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب اللبناني. وفي موضوع آخر، زاد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وشدد بالخصوص على ضرورة تقديم الخدمات للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وفي أسرع الأوقات، فكثيرة هي الخدمات اللي يمكن تقديمها في ظرف وجيز تقدم في أجيال طويلة، مع ما يترتب عن ذلك من معاناة في التنقل والانتظار. كما دعا رئيس الجمهورية إلى مواصلة العمل مع كل الدول المعنية لإيجاد حلول نهائية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وذكر بأن تونس ما هيش السبب في هذه الظاهرة، بل هي من ضحاياها، ولن تقبل بأن تكون لا ممر ولا مقر لأي شخص خارج إطار القانون. أحكام جديدة بالسجن ضد العايشي زميل، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالسجن مدة عام وشهرين، مع المنع من الاقتراع في حق المترشح الرئيسي السابق العايشي زميل عن كل قضية من 5 قضايا مرفوعة ضده من أجل شبهات تتعلق بافتعال التزكية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، حسب ما أكدوا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2. اللي زاد وحسب تصريحه، فقد قضت الدائرة المتعاهدة بملفات القضايا 5 بالسجن مدة 2 و4 أشهر على كل قضية في حق أمينة مال حركة عزيمون والعضو بالحملة الانتخابية للعايشي زمال سوار البرقاوي. المفوضية الأوروبية تقترح قانون جديد لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في رسالة إلى الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نشرت مساء أمس، أن المفوضية باش تقترح تشريع جديد من شأنه أنه يسرع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. قالت فوندرلاين أنه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية باش تقدم اقتراح تشريعي جديد يحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين ويبسط بشكل فعال عملية الترحيل. وأضافت قالت: نحن بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدرتنا على الحركة. وبعثت فوندرلاين برسالتها هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل نهارين الخميس والجمعة الجايين، واللي باش يخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.